لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعاً إحنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما إحنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعاً لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنبدأ نشرح مع بعض منهج كونكت برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي، وهنبتدي نشرح مع بعض النهاردة يونت 7 او الوحدة السابعة Where are you from؟ Where are you from؟ أو من أين أنت؟ وطبعا منهج الترم الثاني بينقسم ل 6 units أو لست وحدات. Unit 7 Where are you from؟ أو من أين أنت؟ من أي بلد أنت؟ Unit 8 Seasons of the year. Seasons of the year يعني فصول السنة. Unit 9 What did you do؟ What did you do؟ ماذا فعلت؟ بعد كده في review أو مراجعة، وبعدين في theme 4 أو في المحور الرابع communication أو التواصل والاتصال. unit 10 let's search online، دعنا نبحث على الانترنت. unit 11 how tall is it، كم هو طويل. unit 12 I'd like chicken please، I'd like chicken please يعني أنا أحب أن أأخذ الدجاج من فضلك. لما حد يقولك تحب تأكل إيه ممكن تقوله كده طبعا. وبعد كده في ريفيو أو في مراجعة، ودي ريفيو 4. وفي آخر المنهج في حاجة اسمها فيكشن ريدر أو قصة خيالية، طبعا هنا اسمها تامرز ترافلز اون ذا تابلت أو سفريات تامر على التابلت. وفي اخر حاجة في final revision او في مراجعة. فزي ما قلنا النهاردة ان شاء الله هنبتدي نشرح where are you from او من اين انت، ودي unit 7. وزي ما احنا متعودين كلنا يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجة في unit 7 يا اصحاب احنا بنشرح هنا اليونت دي من كتاب المعاصر. في عندنا اول حاجة طبعا بعض الكلمات او الفوكابيولاري. طبعا هنا اول حاجة بيقول لنا listen and look يعني استمع وانظر. بيقول لنا اسماء البلاد يا اصحابي، ودي جزئية مهمة جدا. اول حاجة لازم نكون عارفينها اسم بلدنا الحبيبة مصر، ايجيبت. ايجيبت يعني مصر. ايجيبت. ايجيبت يعني مصر. تاني حاجة لازم نعرفها في الدرس ده دولة الصين يعني تشاينا. تشاينا يعني الصين. طبعا السي اتش دايما بننطقها تش، فتشاينا يعني الصين. تشاينا يعني الصين. وبيقول لنا هنا طبعا وير ار يو فروم، من اين انت. لما بقابل حد بقول له ويلكم. ويلكم او مرحبا. وطبعا بيقول لنا هنا فريند. فريند يعني صديق. وبيقول لنا هابي. هابي يعني سعيد. هاوس. هاوس يعني منزل. ومن اهم الحاجات اللي لازم نكون عارفينها واحنا بنشرح يونت 7، طبعا بيقول لنا اول حاجة لازم نبقى عارفين الفلاج او العلم الخاص بكل دولة. بلدنا الحبيبة مصر هو ده الفلاج بتاعها او العلم بتاعها. بيقول لنا طبعا اسم الكنتري او البلد بيبقى قدام الفلاج. وبيقول لنا كمان الناشيوناليتي. الناشيوناليتي يعني الجنسية. nationality يعني الجنسية. يبقى عندنا ثلاث حاجات لازم نكون عارفينهم كويس: الفلاج أو العلم، الكنتري أو البلد، الناشيوناليتي أو الجنسية. مرة تانية فلاج يعني علم، كنتري يعني البلد، ناشيوناليتي يعني الجنسية. فالفلاج بتاع بلدنا الحبيبة مصر أو ايجيبت ده شكله، وبعدين ايجيبت يعني مصر. لما اجي اقول مصري بقول ايجيبشن. ايجيبشن يعني مصري. ايجيبشن. ايجيبشن يعني مصري. ايجيبشن. طيب ده العلم او الفلاج بتاع الصين. العلم بتاعهم بيكون لونه ريد
بيبقى فيه ستارز كده موجودة. ده الفلاج بتاع تشاينا. تشاينا يعني الصين. تشاينا تشاينا يعني الصين. تشاينا صيني يعني تشاينيز. تشاينيز 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 يعني صيني. طب فرنسا، فرنسا العلم بتاعها عامل كده blue white red. blue white red ده العلم بتاع فرنسا. فرانس يعني فرنسا. فرانس يعني فرنسا. فرانس يعني فرنسا. لما اجي اقول على حد ان هو فرنسي بقى الجنسية بقول فرنش 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 يعني فرنسي. فرنش 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 يعني فرنسي. طبعا اخر حاجة العلم بتاع امريكا او امريكا، طبعا هو ده شكله، هو عامل كده وبيبقى فيه مربع لونه بلو وفي ستارز كتيرة وفي خطوط ريد زي ما احنا شايفين قدامنا. وامريكا يعني امريكا. امريكا 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 يعني امريكا. لما بقول على حد ان هو امريكي بقول امريكان 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 يعني امريكي. يبقى ايجيبشن يعني مصري. ايجيبشن يعني مصري. تشاينيز 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 يعني صيني. فرنش 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 يعني فرنسي. امريكان 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 يعني امريكي. وهنا اصدقائنا بيكلمونا وكل واحد منهم بيعرفنا هو بلده ايه والجنسيه بتاعته ايه كمان. فصديقنا ده بيقول لنا I am from Egypt. I am from Egypt. انا من مصر. I am Egyptian. I am Egyptian. انا مصري. صديقنا ده بيقول لنا I am from France. I am from France. I am from France. يعني انا من فرنسا. I am French. I am French. I am French. يعني انا فرنسي. وهنا صديقنا بيقول لنا I am from America. I am from America. I am from America. يعني انا من امريكا. I am American. I am American. I am American. يعني انا امريكي. واخر حاجة صديقنا ده بيقول لنا I am from China. I am from China. I am from China. يعني انا من الصين. I am Chinese. I am Chinese. I am Chinese. يعني انا صيني. وطبعا هنا يا اصحابي في باراجراف جميل جدا، هو موجود في كتاب الوزارة زي هنا بالظبط، وهنا مكتوب قدامنا بشكل كويس برضو هنقراه من هنا. فهنا عندنا مجموعة من اصدقائنا بيزوروا واحد صديقهم هو من الصين. اصدقائنا هم هاني وهنا واميرة ويوسف، بيزوروا صديقهم الصيني في بيته. بيقول لنا هنا هاني هنا أميرة and يوسف are at Mr. Wan's house. Mr. Wan's ده اسمه، house في بيته. Is Mr. Wan from Egypt؟ هل Mr. Wan from Egypt من مصر يعني؟ يبقى مرة تانية، هاني وهنا أميرة and يوسف are at Mr. Wan's house. Is Mr. Wan from Egypt؟ هل مستر وان from Egypt من مصر يعني؟ فأول حاجة بيقول لنا طبعا في الديالوج بتاعهم أو الحوار بتاعهم، وده طبعا المفروض إن احنا نعمله رول بلاي في الكلاس روم، إن طبعا كل واحد فينا ياخد شخصية من الشخصيات ونتكلم مع بعض، كل واحد يقول الجزء بتاعه أو القطعة بتاعته والتاني يرد عليه وهكذا. ده بنسميه رول بلاي أو تبادل حوار أو محادثة بنعملها مع بعض. فبنمثل كأننا الشخصيات الموجودة قدامنا في الستوري الجميلة، وكل واحد بيقول الكلام اللي المفروض بتقوله الشخصية بتاعته. فأول واحد بيقول This is the house of my father's friend. This is the house، هذا منزل، of my father's friend،
بتاع صديق والدي، الخاص بصديق والدي، ده منزل صاحب أبوه. مستر وان اسمه مستر وان. Here are his children. Here are his children. يعني وها هم أطفاله. Their names أسمائهم are هي ليو وي and ذانج من. دي أسماء الأولاد أو أولاد مستر وان. يبقى مرة تانية. This is the house of my father's friend, Mr. One. ده المنزل الخاص بصديق أبي الأستاذ One. Here are his children. ها هم أطفاله. Their names are Liu Wei and Zhang Min. اسمائهم هي Liu Wei و Zhang Min. فصديقتنا هنا بتقول هاي ليو وي اند ذانج من. اهلا يا ليو وي ويا ذانج من. ولاد مستر وان بيرد عليهم، فهنا البنت بتقول لها هلو اهلا، وطبعا الولد ده بيقول وير ار يو فروم. وير ار يو فروم من اين انتم، انتم منين. فطبعا الولد بقى اللي هو ليو وي بيرد عليه وبيقول له وي ار فروم تشاينا، احنا من الصين. We are from China. إحنا من الصين. We are Chinese. إحنا صينيين. We are Chinese. إحنا صينيين. Where are you from? أنتم منين؟ فطبعاً صديقنا هنا بيرد عليه وبيقول له We are from Egypt. إحنا من مصر. We are Egyptian. إحنا مصريين. We are from Egypt. إحنا من مصر. We are Egyptian. إحنا مصريين. فصديقنا هنا بيقول Welcome to Egypt. أهلا بكم في مصر. مرحبا بكم في مصر. Welcome to Egypt. أهلا بكم في مصر. مرحبا بكم في مصر. فهو بيقول له Thank you. I am happy to be here. Thank you. شكرا لكم. I am happy to be here. أنا سعيد لوجودي هنا. يبقى مرة تانية الديالوج بيكون بين أصحابنا، طبعا هما هاني وهنا وأميرة ويوسف، هم أربع أصحاب زي ما احنا شايفين في الصورة، وفي طفلين تانيين من تشاينا أو من الصين اللي هم أولاد مستر وان. هم هنا بيزوروهم في بيت أبوهم اللي هو مستر وان. فأول واحد بيقول This is the house of my father's friend Mr. One. ده بيت صاحب أبويا مستر وان. Here are his children. ها هم أطفاله. Their names are Liu Wei and Zhang Min. أسماءهم هي Liu Wei و Zhang Min. فهنا صديقتنا بتقول Hello Liu Wei and Zhang Min. أهلا يا Liu Wei و يا Zhang Min. فطبعا البنت بنت مستر وان بتقول لها Hello أهلا. فهنا صديقنا بيقول لهم Where are you from؟ من أين أنتم؟ فصديقنا التشاينيز ده ابن مستر وان بيرد وبيقول له We are from China. We are Chinese. احنا من الصين. احنا صينيين. Where are you from? انتم منين؟ فهو بيرد عليه وبيقول له We are from Egypt. We are Egyptian. We are from Egypt. احنا من مصر. We are Egyptian. احنا مصريين. فصديقنا بيقول Welcome to Egypt. أهلا بكم في مصر. مرحبا بكم في مصر. فبيقول له Thank you. شكرا لك. Thank you. شكرا لك. I am happy to be here. I am happy to be here. أنا سعيد لوجودي هنا. وبكده نكون أنهينا الريدنج الخاص بالرول بلاي دي أو بالمحادثة الجميلة دي، وأتمنى أن أنتوا طبعا تحفظوا الكلام اللي موجود هنا كويس. طبعا الجنسية أو الناشوناليتي وأسماء الجنسيات المختلفة، وطبعا أسماء الكانتريز المختلفة أو البلاد المختلفة. لازم كمان نكون عارفين يعني إيه فلاج. درس النهاردة درس بسيط وجميل قوي، عايزكوا تحفظوا الكلمات كويس. إن شاء الله الدرس الجاي فيه كلمات جديدة وفيه قواعد جميلة في الجرامر كمان. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان
انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. في الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.